الكرام، معركة جديدة يخوضها الأسيرين. نحن نطالب كل أحرار العالم أن يقفوا إلى جانب هؤلاء الأسرى، وأن تنتشر المظاهرات في كل ميادين العالم، في أوروبا وفي أمريكا. وأمتنا العربية والإسلامية عليها واجب كبير اتجاه هؤلاء الأسرى الأبطال الذين يعتقلون من أجل قضية الأمة، قضية فلسطين، القضية المركزية لكل عربي ومسلم وحر على وجه الأرض. إنها قضية الإنسانية جمعاء. هذا الاعتقال الإداري، هذا السيف المسلط على رقاب أبناء شعبنا يجب أن يُكسر، ونحن نصرخ في وجه العالم كله: إلى متى ستظل هذه الجرائم الصهيونية تمارس ضد أبناء شعبنا؟ العزل الانفرادي، الإهمال الطبي، والاعتقال الإداري. عندما يعتقل الفلسطيني بلا تهمة ولا يحق له أن يكلف محاميا ليدافع عنه في أي شريعة، هذا يكون في أي قانون يمكن أن يتحرك من أجل أن يثبت العدو الصهيوني؟ هذا الاعتقال الإداري. لذا العالم كله عليه أن يتحمل مسؤولياته في وجه سياسات العدو الصهيوني. الفتحية لكم جميعا. نحن اليوم في هذا المفترق الحيوي لقطاع غزة نقول لأسرانا البواسل ولمعتقلينا الإداريين بأننا معكم ومن خلفكم، نحمل همكم ونطوف بألامكم وعذاباتكم جميع الأفق والسبل. يجب علينا جميعا أن نقف إلى جانبهم وأن نعلن انضمامنا لعذاباتهم وألامهم، وأن ننظم الوقفات تلو الوقفات وصور الدعم والإسناد المختلفة لأسرانا البواسل، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لسفينتهم الرسول على شاطئ البر والسلامة.